طيب خلينا الأول ننزل الشارع ونعرف رجالة وستات رأيهم إيه في أولويات الستات وأولويات الرجالة. تعالوا نشوف مع بعض. ولادي وجوزي وبيتي وان انا اكون مستوره وربنا يبعد عننا كورونا والمرض يعني. اللي هو الجواز مثلا، لا الجواز ده ما فكرش فيه، سايبه على جنب. اللي هو ممكن ان انا نفسي اتوظف او ربنا يكرمني كده باي حاجه كويسه واشوف نفسي حاجه حلوه. خمس اولويات: سعادتي وسعاده اسرتي واحفادي اشوفهم في اعظم اماكن والستر والراحة والسعادة والصحة. متهيألي هيبقى الأولى الشغل والتانية الشغل والتالتة الشغل، لأن الشغل زي ما قلت لك قبل كده إن هو اللي هيجيب كل حاجة، هو اللي هيخلق الفرص للعمل والجواز والغنى وإنك أنت يبقى معاك فلوس وإنك أنت تقدر تعمل كل متطلباتك وكل أهداف حياتك. التعليم والصحة والمعاشات. أولاً ولادي، بعدين شغلي، ستر ربنا أول وآخر وأهم حاجة، والصحة، لأن الصحة هي اللي بتجيب الشغل وهي اللي بتخلي الولاد كويسين. طبعاً نجاح في الشغل. تاني حاجة والدي ووالدتي. الستر طبعاً. أولادي، شغلي، يعني أخواتي، أهلي وولادي. مراتي حبيبتي، ربنا يخليها له ويحفظها. تاني حاجة، شوف أنا قلت مراتي قبل أهلي. تاني حاجة أهلي طبعاً، إخواتي وماما وأهلي جميعاً. تالت حاجة شغل ومستقبلي. شغل كويس، استقرار، معيشة كويسة، بس الصحة والتعليم والأمن والأمان وولادي ولقمة العيش اللي كلنا بنسعى عشانها.